لم ينفع أنين الجرحى خلال السنتين الماضيتين لتحسين وضعهم على كامل الجغرافيا السورية، فاستمرت معاناتهم وسط حلول الأفراد الإسعافية ونداءات الإغاثة الطبية. البعض يصف الجريح بأنه بات سلعة باهظة الثمن لإيرادات الإغاثة، في حين حال الجرحى بدول الجوار يوصف معاناة الإنسان العاجز أمام جرحه النازف مع كل يوم، فيجلس ذووه عاجزين يائسين بعد أن دقوا مئات الأبواب طلباً لثمن علاج أو للعلاج نفسه. مؤسسات الطب في الثورة حاولت تضميد جراح الواقع، فكانت المبادرات فردية بإنشاء مشافٍ تعنى بالمرضى وجرحى القصف اليومي. العارف بالحال يقول إن هذه المبادرات بقيت حبيسة جغرافيا معينة، في حين أن الدماء السورية في كل شبر منها. أهل درعا يعاتبون وأهل الرقة يناشدون وجرحى حمص يستغيثون ودير الزور يعيشون بلا أطباء. نداءات تتمثل بالدواء والأطباء لتقول إن الوضع الطبي في سوريا عامة بخطر. لسان حال الجريح يقول أسعفونا واشفونا فالميدان بانتظارنا. كل هذه المحاور ستكون عناوين لحلقة الليلة من هنا سوريا، فأهلا بكم. يعتبر ملف الجرحى في لبنان من الملفات الشائكة أمام الحكومة اللبنانية وأمام الأطباء السوريين الناشطين وأمام الجهات الداعمة أيضا، ويبقى الجريح نفسه هو الضحية. داخل غرف المشافي اللبنانية يقبع عدد كبير من الجرحى السوريين برعاية صحية من الصليب الأحمر الدولي. ثمة شكاوى دائمة من الجرحى والناشطين العاملين في المجال الصحي تتعلق بقصة إهمال معلن للجريح السوري، كان آخرها تعرض بعضهم للضرب على أيدي ممرضين عدا عن الإهمال الطبي. أسباب الإهمال الطبي هلق لقوة المشافي، بعض المشافي أو بعض الناس لقوة فرصة أنهم ياخذوا مصاري وبس، عم بينايموا المريض أسبوع وعشرة أيام ما عم بيشتغلوا فيه لحتى ياخذوا أجار نومي، يعني كأنه نايم في فندق، بالعلم أنه هيك مريض بحاجة لطبية لعناية طبية فائقة جدا. يعني مثل هذا الجريح وقت اللي كان بالمشفى اللي أول، المشفى اللي أول ما فات علي أسبوع ما هن محركينه، فصار عنده عقر واسع بظهره، ظهره مفتوح ظهره، بالإضافة لجروحه المفتحة. التصوير ممنوع، ومع ذلك أصر الجرحى السوريون على الكلام أمام كاميرتنا. أخبرنا أحدهم عن عزه وإحباطه من كل شيء وتحديدا من طرق العلاج. وضع سيء جدا، صابت فوق الفخذ صاب طلقة وتحت الركبي طلقة، فوق الركبي طلقة وتحت الركبي طلقة، مقطوع العصب، صار لي شهر ونص بلبنان ما في عايش على قبر مسكن. هاي ما أبو أنا لو معي مصاري كنت عيلاش حالي بإيدي، بس الحمد لله رب العالمين أبو الشهر أسد قضى علينا قضي وأهل الخير دشرونا بنص الطريق. جريح آخر أعلن عن ألمه من المعاملة الطبية، حيث التقيناه في نقاهة متواضعة أنشأها ناشطون سوريون في البقاع، وذلك لمتابعة الجرحى بعد خروجهم الأولي من المشافي، وخصوصا الجرحى الذين لا أقرباء لهم ولا معارف لهم في لبنان. تعبان كثير، عم يموت بلبنان على البطيء، ما في أمل، أنا أعطيت الأمل بالحياة، خلاص إذن الله ما بنسانه، ما في لا أهل خير ولا في حدا، كل الحرامية إلا الله ما بينسانا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. في النقاهة أو مكان متابعة العلاج الكثير من الشكاوي، خصوصا ما تعلق منها بتصوير الجرحى من قبل ما يعرف بالداعمين أو الراغبين بجلب الدعم. بيجي الداعم بيجي بيصور وهذا وجه الضيف، بنشوفه بس أول نهار بنشوفه نهارين ثلاثة وبعد منه ما عاد بنشوف حد، وعلى هالحالة لعشر شهور هيك ولا ما استفدت شيء. هي كل مرة عم تراجع لورا ما عم تفهم. أحد الجرحى في المكان رفض الكلام بداية، إلا أنه صرخ أمام الكاميرا فقط لأنه أدرك فقدان بصر عين واحدة نتيجة إهمال وعدم المتابعة. صورة أشعة من مشفى حامد ردية للدكتور، العين نطفت مية العين أطرى، وقفت أنا ما عاد بدي أعالج عيني، كتر الله خيركم بس نزلوني العرسان ما بدي شيء، أي حكي قدام الدكتور بس هذا
ما حدا وقت شان سيارة ما في تاخذنا لحامد فرحان. وقت نطفت مية العين نشتغل فيها ما ظل حدا، لا حدا بيغطي ولا حدا بيشتغل. الأطباء السوريون المتطوعون والمتابعون للجرحى يشخصون الوضع، ولكن على ما يبدو وكما يقولون ما باليد حيلة. الجريح السوري بالخاصة عم يعاني ويلات بصراحة في منطقة في لبنان وخصوصا بمنطقة البقاع، من لحظة وصوله للحدود طبعا لا نخس الناس ما عم تقدمه، الصليب الأحمر عم بيتولى نقل المريض للمشافي، لكن معاناة الجريح تبدأ مما بعد المشفى من طور الاستشفاء. المرضى عم بيتخرجوا طبعا، غالبا المرضى بيكون ما معهم مرافقين غير قادرين طبعا على خدمة أنفسهم لوحدهم. موضوع الأدوية في عنا خلل فيه شديد، خصوصا أدوية ما بعد العمل الجراحي. موضوع العلاج الفيزيائي، موضوع الضمادات، ضمادات مكلفة جدا أيضا. وإلى الآن موضوع المريض أو الجريح ما بعد الاستشفاء لا توجد أي منظمة لا أهلية ولا دولية تدعم هذا الأمر. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي أبو إسماعيل وهو ناشط من البقاع في لبنان، وضيف الدكتور جواد أبو حطب عبر الأقمار الصناعية من الأردن رئيس الهيئة الصحية بالائتلاف، وأيضا ضيف الدكتور محمد قاسم طبيب جراحة عامة من مشفى أورينت. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك سيد أبو إسماعيل، طبعا التقرير عن حالة الجرحى في لبنان، بداية هل لديك أي تقديرات لأعداد الجرحى في لبنان؟ بداية أختي الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا ومرضانا جميعا. أولا كم العدد هائل كثير، هذا جواب لسؤالك طبعا. أما بالنسبة للموضوع، الموضوع اللي أغلب أهمية يعني بسبب الزيادة الكبيرة نسبة النزوح والأحداث الدامية المؤخرة في سوريا، وبما أن لبنان بيشترك بحدودها مع سوريا بكم كذا كيلو متر يعني ازداد العبء، وبما أن ملف الجرح أهم أحد الملفات وأعقد الملفات كان الضغط أكبر والعبء أكبر علينا كتير كبير يعني كتير كبير، لا سيما أنه تكلفة العلاج في لبنان باهظة جدا، وبدأت المنظمات الدولية تسحب نفسها شيئا في شيء. بدأنا نعتمد على مبادرات فردية وهي قليلة جدا. بالنسبة يعني للجريح يعني عم بيجيبوا الصليب الأحمر عم بيفوتوا على المشفى، عم بيطلع من المشفى يوم يومين ثلاثة أسبوع عم بيخرجوه من المشفى. طيب هذا المريض ما بده متابعة؟ أما بالنسبة لا، على حسب يعني على حسب اشتداد المعارك الأخيرة في المناطق الحدودية خاصة في منطقة القصير وريفة، فوجئنا بعدد هائل من الجرحى بجروح مختلفة ومعظمها أطراف مبتورة وجروح مفتوحة بالغة، وهذا يقول عدد هائل يعني تقريبا في لبنان، وهي قليلة هذه الأعداد بالعلم أن تكلفة أبسط جريح باهظة الثمن. أما بالنسبة لمرحلة ما بعد العلاج، الجريح بحاجة إلى عناية خاصة، ودور الاستشفاء يعني مثل هيك دور يعني نستقدها جدا جدا نستقدها جدا جدا، ومعظم الجرحى أو المرضى تزداد حالتهم سوء ما بعد العلاج نظرا لقلة الرعاية ما بعد العلاج. نعم. طيب أبو إسماعيل يعني عم تقول عن أعداد هائلة، بالتقريب يعني بالتقريب كم هالأعداد الجرحى؟ بالتقريب اللي بعرفهم أنا واللي استلمتهم أنا ما يقارب 55 جريح خلال يوم واحد ولا على فترات متقطعة؟ هذا الحكي خلال 5 أيام أو 7 أيام ماكسيمو يعني. بالمكان اللي انت موجود فيه عدا عن الأمكنة الأخرى اللي عم يروحوا عليها الجرحى؟ طبعا أنا عم بحكي عن المكان اللي موجود فيه نحن بالبقاع الغربي بمنطقة المطبع تحديدا، أنا رح أحدد لك يعني. طيب يعني شاهدنا بالفترة الأخيرة كان في نداءات ومناشدات وكان في لقاءات صارت من قبل الحكومة اللبنانية من أجل مساعدة لبنان في موضوع اللاجئين داخل لبنان، وملف الجرحى من الملفات الخطيرة فعلا، يعني ما في دعم ما في استجابة، المنظمات عم يتراجع دورها، شو السبب عم يتراجع دورها بموضوع الجرحى؟ المنظمات الدولية عم تسحب نفسها شيئا فشيئا، يعني شوي شوي الأمم المتحدة كانت عم بتغطي بشكل عام 85% وما دخل بالجريح، ما هي عم تعترف على الجريح أبدا الأمم المتحدة بغض النظر عن الصليب الأحمر كونه طرف منهم يعني. أما بالنسبة لتغطية المريض بشكل كامل ومتابعته بشكل كامل للجريح طبعا
مفقود نهائيا، ما في جهة دولية أو فردية، حتى فردية قليلة جدا يعني اللي عم نعتمد عليهم قليلة جدا يعني. أما بالنسبة للنازحين المدنيين في البقاع يعني تصلنا عشرات الحالات من من يعانوا من أمراض القلب، وخاصة حالات احتشاء قلبية عضلة قلبية عند الشباب. وبالعلم أن تكلفة أي عملية قلب مفتوح تقدر بآلاف الدولارات، ناهيك عن حالات السرطان وهي بالأصل كثيرة جدا جدا نتيجة استخدام الغازات السامية. وأيضا تكلفة الجرعات السرطانية بأنواعها باهظة جدا، بحيث أن لا يمكن للإنسان البسيط أن يستطيع تغطية هذه التكلفة، وبالعلم أن المنظمات الدولية لا تتكفل بهذه الحالات إن كانت قلبية أو سرطانية. حتى بالفترة الأخيرة، الأمم المتحدة كانت عم بتغطي 85، نزلت لل 75، وناهيك عن عمليات العظم، عمليات العظم ممنوعة. طفل إذا كان عمره فوق السنة وكانت حرارته بال 40 ودون، ممنوع يفوت مشفى. طفل مكسورة إيده بده عملية، بده صفيحة، بده جهاز، بده شيء، ممنوع يفوت مشفى. ما بتتكفل فيه الأمم المتحدة، يعني نحن عم نعاني مأساة كبيرة كتير هون. مأساة طيب. كبيرة كتير بكل معنى الكلمة يعني. اسمح لي انتقل لضيفي الدكتور جواد أبو حطب، رئيس الهيئة الصحية بالائتلاف عبر الأقمار الصناعية من الأردن. دكتور أبو حطب، يعني معاناة حقيقية يعيشها السوريون اللاجئون في لبنان، وخاصة الجرحى، وأيضا اللي عندهم أمراض يعني مثل القلب والسرطان اللي تحتاج إلى يعني علاج وأدوية باهظة الأثمان. عم يقول لضيفي أبو إسماعيل أنه دور المنظمات بهذيك المنطقة تراجع بشكل كبير، في تقصير يعني في حالات ما بتستقبلها المشافي، بيطلعوا من المشفى فترة النقاهة لسه ما بتكون خلصت، بتستمر معاناتهم. دوركم بهذا الموضوع وين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية أريد أن ألقي الضوء، على عدد الجرحى في سوريا، لأنه لقد بلغ عدد الجرحى في سوريا حتى الآن 500,000 جريح، منهم 6,000 أصيبوا بشلل، 12,000 جريح استشهدوا لأننا لم نستطع لهم تقديم لهم العون أو الإسعاف في الوقت المناسب، إما بسبب قطع الطرقات أو محاصرة النظام للمشافي ونقله، أو لعدم وجود الكادر المتخصص في المكان الذي حدث فيه الانفجار أو الاعتداء على الناس. عند 25,000 جريح فقد طرفا أي قدم أو ساق، عند 132,000 من مواطنينا أصبح عندهم عاهة دائمي نتيجة الإصابة الجرح، 40% من الجروح هنا كانت تصاب بالإنتان بسببين، أولا لأن المكان الذي كان يداوى به هو مشفى ميداني لا يحقق الشروط الصحية المناسبة، أو لعدم وجود الصادات المناسبة. الأعداد اللي ذكرتها حضرتك دكتور تشمل داخل سوريا وفي دول اللجوء؟ نعم، نحن نقول على الجرحى في سوريا عامة. في ما خرج من سوريا إلى الآن إلى الدول المجاورة لم يتجاوز 12,000 إلى 13,000 جريح، لم يتجاوز العدد 13,000 جريح فقط. كل الجرحى تم تطبيبهم وإجراء لهم الجراحة في الداخل، وحتى أكثر الجرحى الذين يصلون إلى الخارج تقوم الفرق الطبي في سوريا بتقديم العون الطبي لهم البدئي ثم إرساله عبر الحدود. هلا لا يصل لبرات الحدود بسببين، هلا ريف دمشق لا يستطيع أن يصل خارج القطر لأنه محاصر من كل الجهات، كذلك في حمص في وبعض المناطق لا يصل إلى خارج القطر إلا بعض المناطق المحدودة القريبة من الحدود. في الأردن وصل عدد الجرحى إلى 5,000، في تركيا إلى 6,000، وأجري لهم أنا أقصد من أجري لهم عمل جراحي. في لبنان العدد هو الأقل. أما بالنسبة للمنظمات الدولية كما أسلف أخي من لبنان، نعم المنظمات الدولية تقدم العون الطبي لكن هو ليس كافي، والآن بدأت تنسحب من مهامها. قبل أيام كنت في إحدى دول الخليج وكنت أقدم ملف الجرحى، فأجابني وزير الخارجية إحدى الدول قال لي إن هذا الملف كبير يحتاج إلى دول،
ملف الجريح يحتاج إلى دول، لكن إلى الآن هذه الدول كلها تتخلى عن مهامها، تتخلى عن واجبها تجاه الجريح السوري. حضرتك سيد أبو حطب، ونقلا عن جريدة زمان الوصل، نقلا عن مصدر آخر أيضا تحدث لزمان الوصل بأنك وجهت عدة نداءات للائتلاف الوطني بخصوص ملف الجرحى وبأنه لم يكن هناك استجابة. هلا أنا عضو ائتلاف بالأساس، الدعم الطبي إلى الائتلاف وما نسمعه هو أكثره أرقام على الورق وليس حقيقة، والدعم يجب أن يأتي عن طريق وحدة الدعم التابعة للائتلاف. بصراحة في السابق لم يكن تعاون، أول لقاء كان البارحة إن شاء الله سيكون مثمرا بيني كهيئة الصحية ووحدة الدعم، ووعدونا أن نبدأ مشوار التعاون. أيضا وحدة الدعم هي لا تملك هذه الأرقام الكافية لدعم الجريح السوري. نحن نحتاج إلى دعم عربي واسع من دول الخليج قاطبة، من أخوتنا في أفريقيا، لدعم هذا الكم الكبير من الجرحى. تصوري طيب هون التقصير على مين؟ يعني هل وحدة الدعم لا تقوم بواجبها على أكمل وجه لجمع الدعم الكافي المطلوب؟ لأنه دايما بنسمع كل فترة عن رجال أعمال يقوموا بالتبرع، رجال أعمال ينشئون مشافي، دول تتبرع أيضا بمبالغ للشعب السوري، ولكن لا نجدها بشكل ملموس على الأرض، عم تضيع لأنه عم تكون متناثرة بشكل عشوائي. لا، هي أولا ما نعمله منذ أسابيع هو توحيد الجهود، هي أولا. ثانيا أريد أن أقول لك يا أختي الكريمة أن وزارة الصحة السورية سنة 2010 بكوادرها 9000 طبيب أجرت 330 ألف عملية في سوريا. نحن في هذا العام أجرينا 500 ألف تداخل جراحي لجريح، هذا رقم كبير جدا يحتاج إلى ميزانية دولة وليست إلى منظمات وتبرعات الإخوي. نعم المحسنين يقدمون لكن هذا غير كافي. بس هل 500 ألف جريح اللي تم العمليات لهم لم تستكمل هذه العمليات؟ يعني كانت اللي عنده رصاصة برجله ممكن تنحل القضية بعمل جراحي بسيط، تم بتر ساقه، اللي عنده مشكلة كبيرة عم بيصير عنده إصابة بيعها دائمة لأنه حل المشكلة. لا هذا الكلام غير دقيق. لا لا لا، أولا هذا الكلام غير دقيق. في الداخل أجريت عمليات العظمية، بل شبابنا في الداخل صنعوا جهاز تثبيت، كل الكسور كانت هي مفتوحة بشكل عام نتيجة الطلق الناري، فكان أكثر العمليات تجرى بتثبيت خارجي. لقد صنعنا في الداخل آلاف المثبتات الداخلية، لكن كانت الإصابات قاسية وقوية. يعني قذيفة الدبابة عندما تأتي أو صاروخ تأتي في رجل وتفقد نصف هذه الرجل ويبقى بعض الأجزاء، نضطر لبترها حتى نوقف النزف. هذا الكلام غير دقيق، أن لم كانوا يبترون لأنهم لا يريدون أن يطببوا، هذا كلام غير دقيق بالنهائي. هذا كلام منقول عن النشطاء وعن الجرحى. الجرحى الذين استشهدوا كانوا الجرحى الذين استشهدوا بتقريرنا لم تسمح لي فقط عدم وصولهم إلى النقاط الطبية المحاصرة. يعني حتى في التقرير من لبنان أحد الأشخاص المرضى بلبنان فقد نظروا بإحدى أعينه بسبب أنه ما تم متابعة العلاج، كان بحاجة لصورة شعاعية ولهلأته موجود بالمشفى وما في متابعة واهتمام بهذا الموضوع. اسمح لي انتقل لضيفي محمد قاسم، طبيب جراحة عامة من مشفى أوريان. دكتور قاسم، يعني أين يتركز وجود أفرع مشافي أورينت، وهل في خطط مستقبلية لأنه يمتد هذا الوجود لمناطق أخرى لا يوجد فيها أي مشافي ومراكز طبية، كلها مشافي ميدانية بدائية؟ دكتور قاسم، طيب يبدو أنه غير جاهز معنا. برجع لضيفي أبو إسماعيل. أبو إسماعيل، يعني سمعت دكتور أبو حطب عم يحكي عن أنه في محاولات حثيثة لعلاج الجرحى وبأنه العلاج عم بيكون بالشكل المطلوب والشكل الصحيح، ما في تقصير.
بالنسبة لكم أنتم هل تواصلتوا مع الهيئة الصحية بالائتلاف؟ هل كان في تواصل لحتى يأمنوا الدعم المطلوب لحتى ما يكون في جرحى بحاجة لمتابعة بعد فترة النقاهة؟ أختي الكريمة، بس عندي تعليق بسيط جدا، تذكرة للدكتور. يعني في عنا بالنسبة لأعداد الجرحى الموجودين في لبنان هو عم بيقول قليل جدا. من الأسبوع الماضي فقط في منطقة القصير وحدها نزل لعنا أكثر من 300 جريح بمنطقة القصير وحدها نزل لعنا. استقبلنا نحن بمنطقة عرسال وما حولها 300 جريح. هي تذكرة للدكتور لأنه هي بس في إطار معركة وحدة، يعني ناهيك عن الحدود الموجودة بين الشام، يعني حدود الشام وحدود حمص. هي بغض النظر عن الناس اللي كانت جوا. بعدين بالنسبة للتواصل مع الائتلاف، نحن فعلا حاولنا نتواصل معهم كذا مرة وبعثنا لهم كثير، وحتى في عنا أطباء سافروا لعندهم على تركيا واجتمعوا فيهم واجوا بغض النظر، يعني اجوا صفر اليدين يعني صراحة، وما عم يصلنا دعم 100% من طرفهم. أنا عم بحكيك بصراحة وعم بيسمعني الدكتور أكيد. نحن بالنسبة لنا بالبقاع الغربي ما عم بيجينا الدعم الكافي، الدعم الكافي لتغطية الجرحى. بالنسبة للجرحى فقط، ناهيك عن الناس المدنيين النازحين اللي هني لا يقلوا أهمية، لا يقلوا أهمية عن الجرحى بأكثر من شغلات كثير يعني. طيب أرجو أن تبقى معي ضيفي وأيضا ضيوفي الكرام، نتابع بما أنك تحدثت عن القصير وحمص تحديدا. هناك تعاني المستشفيات الميدانية من نقص في المستلزمات الطبية الخاصة كالمعادن اللازمة لعمليات العظمية مثل الصفائح والأسياخ، ويتعدى الأمر إلى الأدوية النوعية كأدوية الضغط والأنسولين والأدوية العصبية، الأمر الذي زاد من معاناة المصابين. مراسلنا محمد زهور زار أحد المستشفيات الميدانية في محيط بابا عمرو وأعد لنا هذا التقرير. هذا أحد المنازل البسيطة الذي حوله الحصار على حمص إلى مركز لجرحى حي بابا عمرو، بدل أن يكون هؤلاء المصابين في مشافى متخصصة. عندنا هون نحن منزل فاتحينه مركز استشفاء لشباب بابا عمرو بعد العمليات، نعالجهم هون لحتى يطيبوا، كله طلق ناري بالعظم وبالبطن. الحمد لله ما في شيء، بس هيك عنا. المعوقات اللي بتواجهوها؟ المعوقات هي انه اكثر شيء اصابات عظميه، اصابات عظميه واصابات الراس، هي اكثر شيء. يتنقل هؤلاء المصابون من منطقه الى اخرى هاربين من الموت الذي يتتبعهم دائما في حمص. انا من كتيبه عباد الله تابع لحركه احرار الشام الاسلاميه، كنت اخر فتره بمعركه بابا عمر وما قدرنا نستمر جوا، كان ما في طريق امداد لا خاصة الجرحى، يعني الجريح كان أكثر شيء يضل 10 أيام أحيانا لحتى يقدر بس ياخذ إبرة مهدئ أو يتعالج شوي بس مشان يوقف النزيف. كانت تطلع الطيارة ضربت المشفى الميداني أكثر من مرة وما قدرنا نضل هنيك يعني نستمر لأنه كان في قصف كتير. يصاب الناس هنا في مناطق مختلفة بأجسادهم تعيق حركتهم، مما يجعلهم يحلمون بالخروج من هذه المناطق المحاصرة. ويعني عم نعاني هلا يعني مشان الصفائح بالرجل، بدي صفيحة برجل اليمنى وصفيحة كمان بإيد اليمنى. طيب ليش ما ركبوا لك الصفائح؟ لأن لسه يعني بدي أطلع على برات البلد، يعني وحصار تام خانق يعني على حمص وريفة. أعداد الجرحى بازدياد بالتزامن مع النقص الحاد للمستلزمات الطبية، لكن يبقى هذا سهلا عند القصف المتواصل الذي يطال المستشفيات الميدانية. هلأ في عنا نقص أول شيء بالتخوت، هون مستلزمات طبية كتير قليلة عنا هون، وصار في عنا كتير جرحى من الإصابات اللي اجتنا من هالكم نهار من شدة القصف علينا وعلى المشافي، فاضطرينا أنه ننقلهم للبيوت مشان نبعدهم عن هذا القصف. كان أن كل الاستهداف للمشافي المستوصفات والمراكز الطبية. يقول الأطباء لجرحاهم أن الوهم نصف الداء، وأن الاطمئنان نصف الدواء، وأن الصبر بداية للشفاء. من أحد مراكز الاستشفاء بحمص، محمد زهوري، أورينت نيوز.
إذن هذا كان وضع المشافي الميدانية ووضع الجرحى في حمص. أعود لضيفي محمد قاسم، طبيب جراحة عامة من مشفى أورينت. دكتور قاسم، يعني ضيفي أبو حطب تحدث عن أنه هناك حالات كثيرة من الجرحى تم علاجها بشكل صحيح ولا يوجد أي مشاكل. تحدث عن شيء بخص الموضوع الجراحات العظمية، بأنه في الأدوات الخاصة بهذا الموضوع متوافرة في عندهم آلاف أو هيك شيء حكى داخل سوريا. الحالات اللي بتجيكم على المشفى، هل فعلا بتضطروا ببعض الأحيان لبتر، لعمليات البتر لأشخاص ما بيحتاجوا بالحقيقة لهذا الأمر بسبب نقص في المعدات والأجهزة الطبية؟ طيب، فقدناه مرة أخرى. برجع لضيفي أبو حطب. سيد أبو حطب، يعني حديثك مفائل جدا، يعني حديثك يتحدث عن وضع جرحى جدا جيد، تتحدث بأنه تم علاج 500,000 جريح، وعلى الرغم من ذلك ببداية حديثك أعطيتني أرقام مهولة عن 12,000 جريح استشهدوا نتيجة عدم توفر العلاج المناسب لهم، 25,000 حالة بتر، 132,000 حالة إعاقة دائمة، 40% التهابات لا يتم علاجها، يعني كيف؟ أختي الكريمة، أنت استنتاجاتك كانت خاطئة من حديثي. أنا كنت واضحا، قلت أننا عندنا 12,000 شهيد لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النقاط الطبية أو المشافي نتيجة الحصار. تصوري هذا الرقم، هو رقم كبير. لقد قلت أن هناك بتر لنتيجة أن استخدام الأسلحة القوية جدا مع الجرحى أدت إلى هذا البتر. ولكن هذا البتر، عذرني دكتور، الشروط، الشروط، عذرني دكتور، ولكن المعلومات التي ترد، لا لا اسمحي لي، أنا عم بحكي، في هناك رأي فني. البتر يأتي فقط ليس من كسر العظم، وإنما إذا كان انقطاع بالشريان الوعائي. بس للتصحيح العلمي حتى لا يكون هناك، هناك 70% من المراكز الطبية والمشافي في الداخل دمرت واستبدلناها بمراكز طبية. وعندما كنت أتحدث لا أقول أن الوضع زهري أو جيد، إنما كنت أصف ما حدث. أنا إنما استنكرت كلمة النبتر ولا يعالجوا الأطباء الأبطال الذين صامدون على الأرض، يقومون بأداء واجب جيد، لكن هناك عدد كبير من الجرحى، هناك نقص هائل في الأدوية، هناك نقص هائل في المعدات. لكن ما أنا أردت أن أقوله أنه لا يوجد أداء خاطئ من الأطباء بالنسبة للجرحى، هذا طيب ما أردت أن أقوله. اسمح لي وضح النقطة فقط، أنا لا أتحدث عن أداء خاطئ بالنسبة للأطباء، أتحدث عن فقر بالأدوات الطبية، فقر بالمعدات اللازمة. هذا الأمر الذي يشكو منه الكثير من النشطاء في الداخل وأيضا من الجرحى أنفسهم، بأنه هذا الأمر يؤدي ببعض الأحيان إلى تأخر علاجهم، إلى حالات بتر قد تكون لا يوجد لها داعي. يعني هذا الحديث من حديث الشارع من داخل سوريا عم يحكوا عن هذا الموضوع، ولكن لا أتكلم هنا عن تقصير أنا الأطباء. حالات البتر شهدتها في الدول المجاورة أكثر من الداخل السوري. أنا لا أريد أن نبدأ هذا السجال مع حدث من أخطاء استطباب في الجراحة خارج سوريا في الدول المستقرة وليست في سوريا. نعم، في سوريا هناك تأخر لأسباب لوجستية، لأسباب فنية، هي أولا. ثانيا، الأخ الذي قال لا يوجد صفيحة، بصراحة كل جروحنا، جروح العظم الكسور في الداخل المفتوحة لا يركب لها صفيحة، لا يركب، نضطر إلى نضع تثبيت خارجي لأن هناك إنتان يكون في الجرح. لذلك هي أولا. ثانيا، إذا كان الجرح مفتوح وفيه إنتان شديد لا يستطيع الجراح أن يقدم، هناك إجراءات نقوم بها كمرحلة أولى، فيظن الجريح أنه هو إهمال، هو ليس إهمال، لكن لا يمكن إجراء وضع صفيحة في جرح ملوث لأنه سيترتب عنه مشاكل كثيرة جدا. هو اللي كان عم يحكي بالتقرير مصحف، لكن وقتي الكريم، حتى لو كان طبيب عام وليس أخصائي لا يستطيع أن يضع استطباب. بصراحة أنا شاهدت من أطباء حتى هنا، أنا في خارج الأردن، في الأردن وجدت طبيب يضع صفيحة لجرح ملوث، وهذا بكل الكتب هذا خطأ ولا يجوز استخدامه. الجروح المفتوحة تثبت خارجيا، ولا نستطيع أن نضع صفيحة جسم أجنبي إذا كان هناك الجرح ملوث. هذا أمر طبي، هو هذا الموضوع جزء من المشكلة، لا يحتاج إلى جدال أو رأي.
نعم، هو هذا الموضوع جزء من مشكلة أكبر، وهي مشكلة الجرحى بشكل عام، أنه ما في الدعم الكافي لهم، أدت إلى استشهاد الكثير منهم لأنه ما كان في مكان يتعالجوا فيه، في نقص بالمشافي. نعم، بالمعدات والأجهزة والأدوية بالمشافي الميدانية بحمص وبمناطق أخرى أيضا، دير الزور، الرقة، بمناطق مختلفة من سوريا. ما الذي يجب فعله؟ لا أختي، ليس فقط نقص، قصفت كل المشافي، كان النظام يقصف كل يوم، يقصف لنا مشفى. أمس يوم في جزيرة الفضل دخل إلى المشفى فأحرقها بالطاقم الطبي والمرضى، مشافينا أحرقت دمرت، كان النظام يقصف المشفى، ليس فقط نقص، حتى عندما كنا نستبدل المشفى كان يقصفها. يعني أنا ما أريد أن نسلط الضوء كالتالي، لا أريد للمحور أن يذهب بهذه الطريقة، نريد حشد الدعم إلى هذا الجريح، نحن نريد دعم، يحتاج إلى دعم دول بصراحة. عندما يدخل هلأ 200 مريض أو جريح إلى دولة جوار يصبح هناك أزمة. على سبيل المثال، لو افترضنا أن هناك دخل 500 جريح إلى دولة الجوار، هل تعلمي ماذا يحدث؟ أزمة. كم هناك سرير؟ كم علم غرفة عمليات عندهم ليستطيعوا أن يستقبلوا؟ طب ما بالك عندما يحدث في سوريا كل يوم بين 500 إلى 1000 جريح؟ تصوري هذا على مساحة سوريا. هل المشكلة في جهات مسؤولة عن الدعم؟ يعني مثلا بتلاقي في قصص. نعم، في العالم يتم التسويق لها، تقصير مخزي من الدول جميعا. نعم سيد أبو حطب، في قصص في العالم، قصص بسيطة، حماية شجرة معينة من الانقراض، حماية طير معين إلى آخره، يتم التسويق لها بشكل بأنه فعلا تجمع المبالغ الكاملة المطلوبة. عنا ليش ما عم بيكون هذا الموضوع؟ وين الخلل بتحصيل المبالغ المطلوبة؟ وهي قضية إنسانية ملحة جدا موضوع الجرحى. أختي الكريمة، خاطبت وزراء خارجي دول عربية، مش ناس عاديين، ووضعناهم بالصورة، فكانوا يحزنون ويتألمون لعرضي يعني. لكن بالنهاية لا يوجد دعم، نحن نحتاج إلى دعم كبير وكبير جدا. تصوري أنه تكلفة أي جريح، أي جريح متوسط تكلفته النقل 2000 دولار، ضربيهم ب 500 ألف جريح فخذي الرقم. المشكلة أنه بعض الهيئات تتبرع مشكورة بمركز صحي وطبي، نعم هذا شيء جيد، لكنه هو كما أنت تسقي قطرة ماء وهو عطشان وضمعان. طيب، نحن نريد دعم مبرمج. نعم، اسمح لي انتقل لضيفي محمد قاسم، طبيب جراحة عامة من مشفى أوريانت. دكتور قاسم، هل أنت جاهز معنا؟ هل تسمعني؟ نعم 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 نعم. دكتور قاسم، تحدث دكتور أبو حطب وأيضا ضيفي أبو إسماعيل من لبنان، تحدثوا عن المشاكل التي تواجه الجرحى في بلبنان، بالمنطقة اللي حكانا منها أبو إسماعيل، عم بيقول أنه في التقرير أيضا الجرحى بعد ما بيتم علاجهم في فترة النقاهة، فترة اللي أنه يتأكدوا تماما أنه العملية الجراحية اللي تمت أو أي شيء طبي أصبح جاهز، ما عم بيكون اهتمام لدرجة أنه في ناس عم بيصيبها العمى، في ناس عم تتطور الحالة عندها لمشكلة أكبر. يعني هل تواجهون مثل هذه الحالات؟ هل في فعلا عمليات بتر تتم، مرضى يعني لا يتم علاجهم بالشكل الصحيح بسبب نقص الأجهزة، نقص المعدات المطلوبة، نقص الدعم المطلوب؟ السلام عليكم اولا. وعليكم السلام، واسفين لانه صار عندنا شويه مشاكل. اهلا وسهلا. طبعا انا ما سمعت ايش الحكي، لكن بالنسبه لنا الحمد لله عندنا هون الوضع هلا على الحدود التركيه السوريه، انا اتكلم في عندنا اصابات كثيره، وياتينا المصابين من عده مناطق، من ريف حلب، من ادلب، من ريف حما، من ريف اللاذقي، عنا إصابات كم كبير جدا. الإصابات تأتينا بجميع أنواع، يعني إصابات في الصدر، في الرأس، في البطن، في العيون، الأمور التي ذكرتها أنا لم أواجهها صراحة. يعني يتم تقديم الإمكانيات والمعونات المساعدات الطبية للمصابين بشكل جيد وبشكل علمي تماما. يعني عنا مشفى الحمد لله، هنا أنا أتكلم مشفى أوريانت، جميع الاختصاصات موجودة عندنا، نقوم بإجراء العمليات الجراحية. على سبيل المثال الشهر الماضي كان 434 عمل جراحي قامت به المشفى، كلها طبعا بإمكانيات
جيدة جدا حسب المتوفر طبعا نحكي نحن. يعني على الرغم من ذلك دكتور قاسم، عدم تقديم ال نعم على الرغم من ذلك مشكلة الجرحى هي مشكلة كبيرة جدا في سوريا، في مناطق لا يوجد فيها يعني مشافي أكيد. مجهزة مشافي ميدانية تقصف، هذه تعجز عنها حكومات ودول لأن الأعداد التي تصلنا أعداد بالمئات ليس بالعشرات، وإصابات بالغة جدا، إصابات لم نعهدها ولم نشاهدها من قبل. أنا لي حوالي ربع قرن في الجراحة، الآن أتعلم الجراحة، أشعر بنفسي أنني أتعلم الجراحة من البداية، يعني الإصابات التي نواجهها إصابات لم أشاهدها ولم أقرأها في الكتب. طيب دكتور عم تقلي بيجوك الجرحى من عدة مناطق بسوريا من مناطق مختلفة، يعني كيف يصفون لك نعم. الوضع هناك بالنسبة للوضع الطبي، يعني لا يوجد لديهم أي مشافي مؤهلة بأنها تعالجهم؟ نحن هنا يعني نتلقى الدعم بشكل مقبول وجيد، كونوا عندنا مؤسسة خاصة ولدينا داعم موجود والحمد لله. الذين يأتوننا من بقية المناطق يشكون القلة في الإمدادات والقلة في الإمكانات والصعوبة الشديدة في نقل المرضى من الداخل إلى المشافي الحدودية المتواجدة، هناك معاناة شديدة وشديدة جدا. طيب برأيك ما السبب؟ ما السبب بأنه ملف الجرحى من أقوى الملفات الآن؟ يجرى له عمل جراحي في المشافي الداخلي ينقل على جناح السرعة من المشفى خوفا من أن يقصف هذا المشفى لأنه غير آمن نهائيا. طيب دكتور قاسم، كثير عم يعاني منها المرضى والمصابين في الداخل صراحة. نعم دكتور قاسم برأيك ما السبب؟ نعم. لماذا لا يوجد يعني ما يكفي من المشافي من المراكز من الأجهزة لعلاج الجرحى في المناطق الأخرى التي لا يتوفر فيها ذلك؟ ما السبب؟ في تقصير، عدم تنسيق جهود، والله شو المشكلة؟ في عدة أسباب صراحة. أولا عدم الأمان الموجود في تلك المناطق، هذا سبب مهم ومهم جدا، مما أدى إلى أنه معظم الأطباء يتركوا ويغادروا تلك المناطق. في عنا النقص في الداعمين، يعني مثلا محافظة حلب على سبيل المثال يمكن أن يوجد فيها 10-20-100 إنسان يستطيعوا أن يدعموا مشافي ويدعموا الوضع الطبي، ومع ذلك لا نشاهد أكثر من عدد محدود جدا من الناس. هذا الدعم يعني أنا برأيي الاعتماد على لازم يجب أن نعتمد على أنفسنا في هالأمور هاي لإجراء يعني حسب الإمكانيات الجهود الفردية يعني للأشخاص. الاعتماد على الغير أنا ما كثير. طيب سيد أبو حطب أنتقل لك بسؤال أخير، يعني بما أنه دائما مشكلة الدعم هي المشكلة الأساسية التي تطرح ودائما يتم طرح بما أنك رئيس الهيئة الصحية بالائتلاف بأنه الائتلاف مقصر بهذا الموضوع، ما المطلوب؟ ما الذي يمكن عمله؟ الجهود الفردية لوحدها لا تستطيع معالجة مشاكل كبيرة، يجب تنسيق هذه الجهود. ما المطلوب؟ ما الذي يمكن أن تقوموا به؟ أولا لأخبرك أن الهيئة الصحية الآن ليس لها ميزانية، لم يرصد لها ميزانية، وكل عملنا كان يعتمد على ما نتلقاه بالتبرعات الشخصية من أفراد أو تجار أو إلى الآن لا يوجد ميزانية للهيئة الصحية. السبب لأنه لا يوجد دعم كافي من الدول. المطلوب حاولنا أن الاتصال حاولت الاتصال بكل الدول لكي أن نجعل الملف الطبي هو ملف إنساني يدعم بشكل مباشر. هو ليس عمل سياسي، هو عمل إنساني بحت. حاولنا الاتصال بالمنظمات الدولية لنحمي المشافي في الداخل. ماذا عن رجال الأعمال السوريين؟ على رجال الأعمال السوريين بصراحة لا يقصرون، يعني يدفعون، لكن هذا غير كافي بصراحة. نحن نتكلم على الجريح، لو انتقلت لك إلى مشكلة الإغاثة الطبية، أي تصوري أنه في سوريا 2010 ولد 600 ألف طفل في سوريا، يعني أنت عندك بالسنتين هدول عندك 1.5 مليون طفل مع اللي قبلهم، يعني 3.25 مليون بصير عندك أطفال لا لقاح لا متابعة لا، هذا بالناحية الصحية. شكرا، تصوري هذا القدر الكبير من المسؤولين.
نعم، شكرا دكتور جواد أبو حطب. أتمنى أن أوجه نداء إلى كل الدول لدعم هذا الملف. نعم، أشكرك دكتور جواد أبو حطب رئيس الهيئة الصحية بالائتلاف، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من الأردن. وأشكر أيضا ضيفي محمد قاسم دكتور طبيب جراحة عامة من مشفى أورينت، وأيضا ضيفي أبو إسماعيل ناشط من البقاع في لبنان كان معي عبر الهاتف. ننتقل الآن بتقارير عن مدينة أريحة، تقرير عن مدينة أريحة تحديدا في ريف إدلب التي تعاني من حصار خانق لقوات النظام، الأمر الذي أدى إلى قطع الطرق المؤدية إلى المدينة. في التقرير التالي سنتابع معاناة إسعاف الجرحى لخارج المدينة. يحاصر جيش النظام مدينة أريحة منذ 9 أشهر ويمنع عنهم الماء والكهرباء والغذاء ويقطع كل الطرق المؤدية إلى المدينة بحواجزه التي تمنع المسعفين من إخراج الجرحى والمصابين، وحالها كحال بقية المناطق المحاصرة، تتعرض إلى القصف اليومي من معسكر معمل القرميد ومعسكر المسطومة. أريحة محاصرة تقريبا ما يقل عن 10 حواجز، عن 10 حواجز محاصرة مدينة أريحة. ما في عندنا ولا مشفى ميداني، كله عم يطلع على الجبل على الجبل على الجبل لفوق، وبيتعالى الجبين ما يوصل المريض لفوق، بيكون يا إذا ما هو عم يموت بيموت على الطريق. ويعاني الأهالي من صعوبة إسعاف المصابين جراء عمليات القنص اليومية، فلا يوجد سوى معبر واحد في وادي جبل الأربعين الوعر. يتعاون الناس فيما بينهم بإسعاف الجرحى بحملهم على الأكتاف وصعودهم بالوادي الوعر وإيصالهم إلى أقرب نقطة طبية في جبل الأربعين. هاي طريق الصعود، إنما لنا غيره، ما في غيره. طيب أمل بدراجة نارية أو ولا دراجة نارية ولا غيره، ماشي على الأقدام، غير هيك ما لنا. طبعا هاي نقطة طبية لمدينة أريحة اللي منها طبعا بعيد عن مدينة أريحة تقريبا شيء 1.5 كيلو ل 2 كيلو. طبعا هون عبارة عن إسعاف مريض لأول إصابة الطلق الناري أو إصابة عصابات الأسد لما تضربنا قذائف أو طلق ناري أو قنص من هلا عم نشوفه دائما في مدينة أريحة. فنحن هون نعمله إسعافات أولية، قطع نزف وتعليق سيروم ودم نقل دم، بحيث بس نقدر نوصل لأقرب مشفى في قريب من المنطقة هاي. ويعيش أهالي أريحة على أمل فتح طريق أسهل لعبور الجرحى والمصابين. للأورينت نيوز من أريحة في إدلب، أحمد بربور. كان هذا كل ما لدينا في هنا سوريا اليوم. لمشاركاتكم واقتراحاتكم يمكنكم التواصل عبر الإيميل الظاهر أسفل الشاشة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء في الغد بإذن الله.